بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا نتناول هنا في استكمال الموضوع حول ربط العلمانية بالفلسفة. من أخطر ما تعتمد عليه العلمانية في إقرارها منهجها العقل، وقد أعلت المادية من شأن العقل حتى وصفته بالقداسة. العقل في حقيقته واحد معطيات كثيرة للإنسان، منها الإرادة والعاطفة والروح والنفس والقلب. وبالعقل يتميز الإنسان عن الحيوان والنبات، وبالعقل تدرك قوانين الأشياء والعلاقات الثنائية التي تربط أحدها بالآخر، ومناط التكاليف الشرعية في الإسلام. ولكن نظرة الإسلام له تكشف عن أنه جزء من شيء أكبر. إذن اعتمد العلمانية أو أعلت العلمانية من شأن العقل بشكل كبير جدا، أو بصورة كبيرة جدا، نقول بصورة كبيرة جدا، وقدسته. أما العلماء يصفون العقل بأنه جوهر مضيء خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلب، هذا الوصف من أعمق ما عبر به عن العقل ودوره. ويقول باحثون أن العقل ملكة سلبية، وأنه أداة الوعي والإدراك فقط، ولكنه لا يملك طاقة الفعل وإدارة التصرف، حيث أن الفعل والتصرف من خصائص الإرادة الإنسانية. إذن عقل للإدراك. الإدراك فقط، يعني العقل مثلا أنا رجل الأهلي، الروبوت معروف رجل الأهلي، حتى أريكم كيف أن دائما أي حضارة حتى في مقتطعات تتأثر بأفكارها، أفكار علمانية. الرجل الآلي، دعنا هنا نقول عن ماذا نتحدث، هو يعني عقل إلكتروني يدرك الأشياء، يتصرف بناء على إدراكه، يدرك الأشياء. يعني في إن الإنسان يتبنى الصورة أو أتبنى العقل فقط في التصرف، رغم أنه وفعليا العقل إدراك فقط. أما القرارات مثلا وإدارة التصرف فهي من الإرادة الإنسانية. إذا الرجل الآلي يدرك الأشياء ويتصرف بناء عليها، إذا مجرد إدراكه يتصرف، هل الإنسان مجرد إدراكه للشيء يتصرف بناء عليه؟ هل الإنسان مجرد إدراك كل شيء يتصرف بناء عليه؟ هذا الكلام ما أسأله، كيف أن الحضارة المادية قد أعلت من شأن العقل فقط ولم تعلي من شأن المكملات الأخرى في النفس الإنسانية. إذا والعقل شرطه أن تتم الخطوات منه أو تكون خطوات منه مرتبة نحو يجعل السابق فيه مرتب باللحق. أما في الإسلام فإن العقل يهتدي بالوحي، والدين يقود العقل إلى الصواب، والإسلام يرمي تحرير العقل من كل سلطان إلا سلطان الله سبحانه. هو لا يتقيد إلا بما جاء من عند الله، ولا يقيم وزنا للسحر أو الكهانة أو الأساطير أو يوصف بأنهم تأثير القوى الخفية. وفي مفهوم الإسلام أن العقل من خلق الله سبحانه، فهو يخضع له فلا يشترك معه في الألوهية، وقد أبدعه في الإنسان يعرف الكون ويكتشف ما يلزمه منه ويهتدي به في الظلمات التي ليس للدين أن يكشفها له، وليس لكي يعبد الإنسان العقل من دون الله. فالعقل أن يجول في الكون ويتأمل ويدرك ويستخرج ما يهدي إليه، والعقل أن يسلم بالأمور التي بينها الله سبحانه وتعالى في قرآنه، لا يشترط فيدعي أنها غير صحيحة، فهو خلق من خلق الله. إذا العقل هو واسطة وليس غاية. العقل واسطة، من خلال العقل تقول أحداث فينتقل عندي التصرف. أما إن العقل فقط تعزل علاقة ثنائية بين العقل والأحداث فقط، لا وجود للإرادة الإنسانية، هنا أصبح الإنسان عندي آلية مباشرة، عقل يرى تصرف أو يرى حادثة ما ويتصرف بناء عليها. فالعقل ليس إذن
نذكر العقل ليس مقدسا، إنه نور في عقل الإنسان أو في الظلمات التي يكتنفها في حياته. وعقل لا يستطيع أن يكشف سر الخلق والكون، أن يضع مبادئ المعرفة. والعلماء المسلمون يرون أنه ما دام نور العقل قد ضل، أو يعني ما دام العقل قد ضل، أو أن نور العقل أضل من نور الله كما يقال، فإننا يجب أن نتخذ من نور الله نبراسا لنا، لا من نور العقل. نقول أن العقل دائما يهدي إلى الخير، دائما يهدي العقل إلى الخير. وكثير من الإنسان من البشر الذين يقدمون على الأعمال الشريرة أو الأعمال المنافية للخلق والأخلاق يعرفون ما هو الحق، ولكن لماذا معرفتهم للخير منعتهم من أن يعملوا أو عملوا عملا مضادا للخير؟ لأنه ليس العقل هو ما يحكم الأشياء، من العقل فقط مهمته كما قلنا الإدراك. لكن أي عمل مناف مثل المكر والخديعة والنصب والاحتيال والدهاء والسوء كلها، هل هو مناطها العقل؟ كلا، مناطها ماذا؟ النفس الإنسانية. كما زعمنا فإن العقل كما قلنا أن العقل نور محرر الإنسان من كل الضلالات الموجودة في هذه الأرض، ولكنه مهتدي بوحي السماء، وهو جهاز يتلقى الوحي ويفسره، وليس له قدرة على معارضة الوحي أو تقديم تفسير آخر له. هكذا نجد موقف الإسلام واضح، هو تحرير العقل من كل سلطان إلا سلطان الله. هو جزء من دعوة الإسلام لتحرير النفس الإنسانية والعقل الإنساني من الوثنية والشرك والوساطة والمفاهيم الزائفة، وتخليصها من عبادة ما سوى الله سبحانه، من كل عبودية لغير الله سواء بالباطل أم بغيره. والعقل لا يستطيع أن يكشف سر الخلق أو أن يصبح أو أن يضع مبادئ المعرفة، فضلا عن أنه ليس هناك عقل مطلق مجرد من البغض والشهوة. وقد تأكد أن طبيعة تكوين عقلنا تربط بوظيفة الإنسان في الأرض، وهو القدرة على التقدم في إدراك قوانين المادة وتسخيرها، وعجزها عن استكناه أسرار التكوين الإنساني. ويظل سر الروح الإنسانية بعيدا عن مجال إدراك البشر. هكذا أنا أرى الموضوع. كما أنا نؤكد على أن العلماء ألمحوا أن العقل يعجز عن الحكم على الأشياء إلا إذا حصرها بين جناحي الزمان والمكان. أما على ذلك فليس للعقل سلطان، والعقل محدود فلا يستطيع أن يتصور غير المحدود، ولا يحكم على غير متناهي. والعقل لا يتصور الخلود، ولا يستطيع أن يحكم على الله وصفاته وقضائه وقدره، ذلك أن الله عز وجل غير محدود، فالعقل لا يستطيع أن يحكم عليه. ويختل ميزان العقل إذا حاول الحكم على غير المحدود، ويقع في التناقض، هذا فضلا على أن العقل لا يستطيع أن يحكم ولا يصح حكمه إلا في الأمور المادية. أما وراء المادة وعالم الغيب فلا يستطيع تجاوزه. وفي تقدير مفهوم الإسلام، العقل أحد وسائل المعرفة، أحد مرة أخرى أحد وسائل المعرفة، وليس الوسيلة الأخرى، وجناح من جناحيها. والمعرفة جناحان، عقل وإيمان، ولكنهما لا ينفصلان. إذن جناحي المعرفة قلنا العقل والإيمان. إذا الإيمان أساس وطريقه الوحي، وهو فيما يقرره هيئة التمس رأي العقل، لأن ذلك أكبر ميدان. ومن هنا يكون الخطأ الجسيم الذي تقول به العلمانية وتنادي به أنه لا توجد حقيقة غير خاضعة للعقل، ذلك أن هناك حقائق كبرى لا يستطيع العقل أن ينظر فيها أو يدركها. والعقل في وظيفته وقدرته ليس مكلفا بهذه الحقائق، وليست له القدرة أو الأجهزة التي تمكنه من النظر فيها. والعقل بداها ترى أن الكون مصنوع ولا بد له من صانع، ولذلك فإن الإلحاد هو عصيان بداهة العقل. والإسلام لم يهدنا لشيء يعارض العقل والفطرة،
الشريعة تطابق العقل والفطرة وعوالم الغيب من وجود الملائكة ودار الثواب في الآخرة ودار العقاب أيضا، كلها أمور يمكن أدركها العقل ولا تجافي أحكامه. ولا يستطيع العقل أيضا أن يقيم الدليل على عدم وجود أي منها. من هنا وفي ضوء هذه الحقائق يبدو اكتساب النظرة العلمانية القائلة بسيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة الإنسانية منكرة أشد الإنكار، فهي تعارض الوحي والقلب والتاريخ والفطرة الإنسانية. هو قول لا يراد به إلا إبعاد الدين عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله، أو إحلال المعرفة بديلا عن الإيمان. ولن تستطيع البشرية أن تجد طريقها الحق إذا أبدلت بالدين العقل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ترى العلمانية في أن العقل بديل للدين، رغم كل ما سقناه عن قصور العقل في كثير من الأشياء التي يشعر بها الإنسان. أو أن تجعل المعرفة دينا للإيمان. كثير هذا الكلام ينادي فيه مثقفون عندنا في عالمنا الإسلامي، المعرفة بديل للإيمان. فالعقل والمعرفة قيمتان معرضتان للأهواء والأخطار والعجز الذي تحيز منهما من كل مكان، وليس في الإمكان أيضا إخضاع الدين للعقل. استبقى العقلانية والتجربة في مكان العجز والقصور وفي منطقة واحدة من مناطق المعرفة كثيرة الأبعاد، وستظل نتاجه قاصرا في حدود المادة وحدها. وإلا فهل في وسع العقل أن يتجاهل العاطفة والوجدان مثلا والروح والتدين والحب والبغض والقيم الجمالية، وكلهم ما لا يدخل تحت نفوذه ولا يمكن إخضاعه له؟ من هنا يجيء منهج المعرفة الإنسانية أو الإسلامية في القرآن الكريم شاملا، يخاطب العقل والروح والعاطفة، ويخاطب بالبرهان والحس وبالتاريخ والعبرة، ويخاطب الإنسان من كل جوانبه ونواحيه. وخلاصة القول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل إلى الصواب، والعقل ليس مستقلا ولا كاشف للغطاء في جميع المعضلات، وتمجيد العقل واعتباره سبيلا وحيدا للمعرفة ليس من النظرة الإسلامية هنا، إنه هو نظرة غربية وفلاسفة غربيون. وقد ظهرت أحاديث زائفة منسوبة إلى الرسول وضاح صلى الله عليه وسلم، وضاح الأفلاطونيين المحدثين عن خلق العقل وغيره. وقد هاجم الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الأحاديث وأثبت وضعها. مهمة العقل إذن هي البحث عن العلاقة بين الأشياء واستنتاجها وتحليلها، فإذا تجاوز مهمة تلك عجز أن يحقق شيئا. شهر في ذلك شهر العلم الذي هو محاولة تفسير ظواهر الوجود، إذا تجاوز ذلك لم يحقق شيئا. أرجو لكم الفيديو قد أفادكم، لا تبخل الإعلام الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.